بسم الله الرحمن الرحيم. من ضمن المزايا الموجودة في البيم ان الموديل كله بيبقى كتلة واحدة موجود في ملف واحد. ده الميزة في ايه؟ الميزة ان لو حصل تعديل في اي جزء التعديل ده بيأثر في بقية الاجزاء. بمعنى لو انا عندي بايب او دكت طالع من اول دور لاخر دور، ففي اي دور رحلت الماسورة او رحلت الدكت دوت هيأثر ويسمع في كل الادوار، تمام؟ لو انا خدت سكشن وعدلت فيه التعديل ده هيأثر في البلين، فكله بيبقى كتلة واحدة، اي تعديل بيأثر في الباقي، تمام؟ فالمشروع كله موجود في ملف واحد او في اكثر من ملف مرتبطين ببعض. يعني ممكن يكون المشروع موجود فولدر ملف معماري وملف انشائي وملف كهروميكانيكال، او كله موجود في ملف واحد لو المشروع كله صغير، تمام؟ طيب دي ميزة جميلة جدا وهتحس بتأثيرها كويس جدا، بس هتواجهك عيب او هتواجهك مشكلة واتحلت. المشكلة دي وهي ايه؟ ازاي نفتح كلنا الملف في نفس الوقت، وازاي انا ما اعدلش في الشغل وانا يعني زميلي مثلا عايز يدخل يعدل في نفس الشغل، مثلا في كشاف كهرباء ازاي انا بس اللي حركه وزميلي ما حركوش، او في عمود لانشائي وانا دلوقتي عايز احركه يمين وزميلي فاتح المشروع وحركه شمال. ده موضوع تنظيم الشغل، تمام؟ في الاوتوكاد او اي برنامج تاني لما تيجي يعني لو انت شغال واحد تاني جه يفتح في نفس الوقت بيجيب له رسالة يقول له ايه؟ ريد اونلي، هتفتحه ريد اونلي، تمام؟ في برامج تانية ومواقع تانية كتيرة لو انتوا عايزين تشغلوا انتوا الاتنين في نفس الوقت، يعني مثلا جوجل درايف بيديك ان انت تعمل ملف وورد، تمام؟ خلينا نبص كده. جوجل درايف لو انا قلت له اعمل لي جوجل دوكومنت، تمام، ممكن انا اعدل وابعت اللينك ده لواحد تاني وهو بيعدل في نفس الوقت ويبقى احنا الاتنين شايفين التعديلات في نفس الوقت، تمام؟ ولو انا بعدل في كلمة هو خلاص الكلمة دي معايا انا ما ينفعش هو يعدل فيها، يديله تحذير، تمام؟ ببعت له اللينك واختار ان اللينك دوت هو يقدر يعدل فيه في نفس الوقت، كان ايديت مش فيو بس، فانا بعدل وببقى شايف هو بيعدل فين، بيجيب لي فلان بيعدل فاقول له دبرني هو بيعدل فين السطر وانا شايف الملاحظات وبنبدا نعدل مع بعض، تمام؟ طيب ده من ضمن الافكار الحلوه في التعديل. طيب دلوقتي عايزين نشوف في البيم بيعمل ايه. في البيم بيبقى ملف واحد وبيبقى فيه اداه بتنظم الشغل بيننا بحيث ان كلنا نبقى شغالين في نفس الوقت، ممكن 20 واحد شغالين في نفس الموديل. طيب احنا هنجرب مع برنامج الريفت، بس الكلام ده كلام عام على كل برامج البيم. لو انت شغال اركاد او فيكتور وورك او اي برنامج تاني بتلاقي نفس الفكرة ونفس الحاجات ديت. عشان نوكن ان الموضوع مش موضوع برامج، انا كنت شغال في شركة وكان البيم مانجر اللي في الشركة ما كانش شغال على ريفت قبل كده، بس هو كان راجل دماغه كويس جدا وكان شغال على برنامج تاني يعني قوي وفاهم الفكرة، فكان بيعمل لنا سبورت ولو في مشكلة موجودة في البرنامج هو بيشوفها على النت ويحلها لنا، وعامل سيستم ومنظم الشغل. فتخيل ان البيم مانجر نفسه مش عارف الريفت، فالموضوع مش موضوع ريفت، مش موضوع برنامج. ممكن تكون انت لو انا مثلا في الاول اشتغلت على برنامج اسمه ماجيك كيد، ده برنامج فنلندي مهتم بشغل الميكانيكال والالكتريكال، تمام؟ وخلاص يعني اتقنته، فلما دخلت على الاوتوكاد ام اي بي خلاص هو نفس الفكره، لما دخلت على الريفيت هو نفس الفكره، دخلت على الاركاد هو فيكتور وورك هو بنتلي هي نفس الافكار، نفس الافكار. خلاص انت موجود في نفس الحاجه، فبتلاقي بس تدخل بتلاقي الزرار مختلفه. يعني الاول احنا كنا شغالين على ريفيت 2009، نقله من ريفيت 2009 ل 2010 هي كانت فكرة، بس بدل ما القوايم، تمام، كان في فايل واديت الحاجات ديت، لا خلوا الشريط اللي فوق دوت. فبدأنا بقى الزر ده كنا بنجيبه منين؟ كنا بنجيبه من هنا. طب موجود في 2010 فين؟ بقى موجود هنا. فبدأنا ايه نتعرف على السيستم الجديد، تمام. طيب احنا هنبدأ نشوف مع بعض ازاي نشتغل، ازاي نعمل الملف بتاعنا كولبريتيف ويبدأ يبقى فيه تعاون بين أكثر من شخص يشتغل على نفس المشروع. فأنا هفتح الريفت،
اوبن ده ريفت 2017. لو انت عندك ريفت 2010 2020 مفيش مشكلة، هي نفس الافكار ونفس المبادئ ونفس كل حاجة، تمام؟ فما تخافش من رقم النسخة اللي عندك، تمام؟ لو انت بتدور على مشروع تبدأ عليه، النسخة بينزل معاها مشروع او اكثر. هنشوفهم مع بعض دلوقتي مجرد سامبل كده، بحيث ايه لو انت عايز تجرب البرنامج، تمام؟ اللي هم دول، تمام. هفتح هنا بروجرام فايل، او بعد كده اقول له تو ديسك، وبعد كده هقول له ريفت 2017، وبعد كده هقول له سيمبل، وبعد كده هفتح على سبيل المثال ارك لينك موديل. اوبي تمام، فتح لي اول مشروع المعماري. تمام، طيب المشروع دوت ينفع كذا واحد يشتغل عليه في نفس الوقت؟ لا، واحد بس هو اللي اشتغل عليه في نفس في الوقت ده. ليه؟ اللي عرفني الموضوع دوت من اول نظرة بصيت هنا لقيت ان مش مديلي خاصية سينكرونايزيشن، وجيت هنا لقيت ان الموضوع مش متفعل، مفيش ورك سيت. ايه موضوع الورك سيت دوت؟ الورك سيت ده تنظيم للشغل، تنظيم للشغل. يعني بقول له ايه؟ بقول له شايف الجريد دول على ورك سيت اسمهم جريد، والجريد دي اللي ماسكها واحد اسمه محسن، فاي حد عايز يعدل لازم يبعت لمحسن يقول له انا عايز اعدل. دي فكره الورك سيت. يبقى انا مثلا معايا واحد شغال ميكانيكي، واحد شغال كهرباء، وواحد شغال معماري. فالكهرباء حاطط كل اللايتنج عنده، فيجي حد تاني يعدل يقول له لا، الاناره مع مصطفى، مصطفى هو اللي ماسك الاناره، ابعت له طلب يعني ريكوست، مش طلب صداقه في فيسبوك والحاجات دي، لا طلب ان انا الحاجات دي محتاج اعدلها. فلو انا ماسك اللايتنج ولقيت واحد انشائي بيقول لي ابعت لي سيب لي الاناره، اقول له هسيبها لك ليه؟ نعم. فكل واحد بيبقى منظم شغل. وكنا في شركه والمهندس المسؤول عن اللايتنج ما كانش ماسك اللايتنج، فبتاع التكييف لا الاير تيرمينال خبط في اللايتنج، فالطبيعي ان انت تسيب اللايتنج وتحرك الاير تيرمينال، لان اللايتنج بيبقى ليه حسابات كتيره، والهوا لو حركته مثلا السنسورز دول العادي يعني حابب يثبت اللايتنج، بس هو لقى اللايتنج مش محسوب على الورك سيت او الورك سيت مفتوحه، فراح محرك اللايتنج. فجه يتخانق المهندس بتاع اللايتنج، ف البيم مانجر ساعتها قال له لا، مش هو اللي غلطان، انت اللي غلطان، انت اللي مش عارف تحافظ على حاجتك، احنا حاطين سيستم معين وانت ما التزمتش بيه، تمام. طيب خلينا دلوقتي هروح لقائمه كولبريت. قائمه كولبريت دي من القوائم المهمه جدا، بتنظم الشغل، تمام. هنبدأ نشوفها مع بعض، هتلاقيها منتهى الروعة، تمام. حتى الحاجات اللي مش متعلقة بالدرس بتاعنا هنقولها. اقول له دلوقتي work set، تمام. جاب لي رسالة، الرسالة دي مش شتيمة ولا حاجة خالص، الرسالة دي بتقول لي ايه؟ اي ليفل او اي جريد هحطها على شيرد ليفل اند جريد، يبقى الليفل والجريد محطوطة على work set الجاهزة، وكل الشغل التاني هحطهم على work set اسمها work set 1. هو انا ما بفهمش حاجه اسمها وول ولا استراكشر ولا بلامنج ولا خالص، تمام. يعني انت ممكن تبقى الوول انت حطيته غلط على ورك سيت اسمها بلامنج، مش اعترض، هي دي مجرد تسميه ليس لها علاقه بالواقع. فانت بتسمي بتعمل حساب اسم مثلا ايه، حساب مبارك في البنوك، تمام، وتحط فيه اي حاجه، مش اعترض، مش يقولك لا دي مش فلوس. لو جيت تحط ابواب، شبابيك، اي حاجه مش هترد، فتقول له ايه اوكي. تمام، هو بقى بدا ينظم لك، قال لك الاكتيف ورك سيت ده، الاكتيف ورك سيت اللي انت شغال عليه اللي هو ورك سيت 1. في حاجه اسمها جراي انت اكتيف، يعني الورك سيت اللي مش فعال هيبقى لونه جراي زي ما انت شايف، اي حاجه مش على الورك سيت هتبقى لونها باهت شويه، تمام. ده خيار ممكن تختار، تمام. هنا بتلاقي اسم الورك سيت، ودي تقول تقدر تعدل فيه الاونر لو في حد مستلف منك عناصر، يعني ده الحساب مثلا عمر سليم، تمام. هيبقى اوبن ولا لا، فيزيبل ان اول فيو ولا لا، يعني لو انا مش عايز اشتغل عليه ممكن اشيل العلامه من هنا. طيب
اقول له مثلا انا عايز هنا ورك ست اسمها وول، تمام براحتي اسمي اللي انا عايزه، وهنا كولوم، وايه تاني اللي ممكن فلور مثلا، وممكن تعمل حاجة تانية مثلا للتكست للانوتيشن تحطها عليه، يعني تبدأ تحط كل الورك سيت زي ما انت عايز، تمام. وبعد كده ممكن تشيل العلامة دي واقول له بروجكت ستاندرد، دي الحاجات اللي ستاندرد مدير المشروع هو اللي ماسكها، تمام. يعني ممكن مثلا مدير المشروع حاسس ان كل الناس عمالة تلعب كتير في الدكت سايز، يروح قايل له دي خليها معينة، تمام. اقول له ان دي ايه التصدير للاوتوكاد، في ناس عماله تلعب فيه انا مش عايز حد يلعب فيه، هقول له ده اديتابل، يعني محدش يقدر ينفع يعدل فيه غير انا مثلا. التاني كل الحاجات دي المفروض يعني بمسكها، بس انا بديك امثله على الحاجات. الجريد تايب، في ناس عماله تعمل طيبات جديده وتغير في الطيبات، اقول له لا. اللاين ستايل، اللاين تايب، اللاين باترن، الماتيريال مش عايز حد يلعب فيها، خلاص قول له اديتابل، يبقى انا قفلت ان حد يلعب فيها، تمام. الفاميليز، انت مش عايز حد يعمل ايديت فاميلي وغير في الفاميلي والحاجات دي كلها، ممكن تروح ماسكها كده وتقول له ايديت طول، تمام. لو حد عايز يعدل فاميلي هيبعت لك ريكوست، اول ما يجي يعدل هتجي له رساله يقول له خلي بالك انت مش انت اللي ماسك الحاجات دي، ده اكس واي زد هو اللي ماسكها، ابعت له رساله اقول له انا عايز اعدل فيها، تمام. الفيوهات، الفيوهات اللي مثلا الحاجات 2 دي وال 3 دي والسيلينج والحاجات دي كلها، طيب انا هقول له دلوقتي ايه اوكي، بيقول لي انت عايز الورك سيت ده اللي هو الفلور يبقى هو الحالي ولا خليك على الورك سيت 1، لو انت عايز الفلور هتقول له يس، تمام. الفلور بقى هو الاساسي. طيب خلينا نيجي في 3 دي، هعمل سيلكت على كله، المفروض الموضوع ده بنعمله قبل ما نبدا الشغل، فمفيش اصلا شغل موجود، تمام. بس انا فتحت مشروع موجود اصلا وجاي مع البرنامج، بحيث لو في حاجة اتعملت غلط ازاي نصلحها، تمام. اقول له فلتر حاجة اتعملت غلط، لا مش يعني تتجوز عليها مع... لا يعني حاجة مش محطوطة على الورك سيت بتاعتها، فاقول له تشيك نان، اقول له مثلا انا عايز الول، اوكي تعال شوف الول على انهي ورك سيت، على ورك سيت 1، اقول له احطهم لي على الورك سيت اللي اسمها وول، تمام. لو انا هشتغل اي حاجة هتتحط على الفلور، يعني لو انا جيت رسمت حيطة الحته دي هتحط على الورك سيت اللي موجوده حاليا، ماشي. طيب اجي اعمل كده بقول له فلتر، اقول له ده الفلور، اقول له ده فلور، تمام. يبقى انا هبدأ انظم الشغل بتاعي بحيث ما يبقاش فيه حاجة غير على الورك سيت بتاعتها، تمام. ده مثلا الشجر والحاجات ديت ممكن اعمل لها ورك سيت خاصة بيها، بحيث ان كله يبقى على الورك سيت بتاعتها، او ممكن يكون فيه عناصر كتيرة احطهم على ورك سيت بس ده اسم يوحي او يفهم الناس ان دول كلهم على ورك سيت. طيب كده دي بقت اه خلاص كده ينفع نشتغل مع بعض، بس لسه انا ما سيفتش المشروع، اقول له سيف، ايوه عايز سيف فين، هقول له سيفه لي على الديسكتوب، وتعال ندخل في الاوبشن هلاقي ان ده ماكسيمم. يعني ايه ماكسيمم؟ يعني اقصى حد للباك اب للنسخه الاحتياطيه، تمام. اقول له ماشي خليها 20، لما اجي افتح هيفتح لي اني فيو، اني فيو ممكن اقول له اخر فيو مفتوح او اول او ايديتابل او سبسيفاي. طيب السورس اللي هو الصورة الصغيرة أو لما تقف عليه كده هياخد أي حاجة تبقى اللي هي الصورة بتاعتي، أقول له خليها أي واحدة، تمام. ريجنريت يعني الصورة دي اعملها تحديث أوتوماتيك. طيب أنا هعمل كده فولدر هسميه بيم، وتاني احنا مش بنشرح الريفت، احنا بنشرح فكرة البيم بس بندي مثال على الريفت، ما بنشرحش معماري ولا انشائي ولا كهروميكانيكال، احنا بنشرح عموما، والهدف من كده ان احنا نفهم فكره البيم ونفهم ايه مزاياه، لو حد عايز يعمل رساله دكتوراه ماجستير او حد مهتم بالموضوع او حد خد الكورس، بس هتلاقي بعض النقط دي مش
متركز عليها، تمام، لسبب ان عدد ساعات الكورس بتبقى قليله. تمام، فقلنا ايه، نشوف ايه الحاجات اللي تركز على مفهوم البيم. يعني انا اهم كله التركيز على مفهوم البيم مش على مفهوم البرنامج. طيب خليني افتح نسخة تانية من البرنامج. عشان بس ايه نشوف فكرة الريكوست والحاجات ديت. ادي ازرار جري انتاكتف ورك سيت، يعني الورك سيت اللي مش فعالة هي بس ايه اللي فعالة دلوقتي، هي بس اللي تبقى متلونة والباقي كله مش متلون. تمام، طيب ممكن انا بعد كده اجي اقول لا يا اخوانا ده انا كده مستولي على كل حاجة، محدش يقدر يشم نفسه، خلي دول مثلا نون اديتبل يبقى مع حد تاني. ماشي، ال وول مثلا خلى مع حد تاني. تمام، الفلور هي فعالة دلوقتي بس مكتوب عليها نون اديتبل، يبقى اي حاجة هرسمها هتتحط على الورك سيت بتاعت الفلور. تمام، ولو حد تاني هو اللي ماسك الفلور يبقى هو اللي متحكم في اي عنصر جديد انا برسمه. وانا شغال بعمل حاجة اسمها ايه، سينكرونايزيشن. سينكرونايزيشن يعني ايه دلوقتي، ايه الفكرة من الموضوع دوت، ازاي الموضوع اتنظم؟ انا بقى عندي ملف سنترال موجود مثلا على الشبكة، وده اللي الناس كلها بتعدل وتاخد منه والحاجات دي كلها. تمام، ده الملف الاصلي، يعني اي تعديلات بتظهر فيه. وفي نسخة تانية لوكال عندي على الجهاز بتاعي، ونسخة لوكال على الجهاز المهندس خميس، ونسخة لوكال على جهاز المهندس عنتيرة، وابراهيم سمكة برضو واخد نسخة عنده. ماشي، والحاج متولي. فكل واحد فينا لما بيعمل سنكرونايزيشن بياخد اخر نسخة موجودة عنده على اللوكال ويبعتها على الملف السنترال، وبياخد اخر حاجة في السنترال ويجيبها عندي. تمام، يعني بيبدأ يتبادل وياخد اخر معلومات ويجيب اخر معلومات، ولو انا مستلف حاجة بيرجعها. يعني ساعات انا مثلا استلفت عنصر من حد خلاص بيرجعها له. ماشي، في هنا اختيار بيقول لي كومباكت سنترال موديل، ده بيضغط الملف ويصلحه بس بياخد وقت. فيعني ما تعملوش غير يعني فين وفين، كل اسبوع مثلا ولا حاجة. ولو انت مثلا قايم تجيب كوباية شاي بتاع وعايز تستخدمه، ماشي خلاص استخدمه. تمام، فلو انت في حاجة خدتها ومش عايز ترجعها، استلف تلف ورد خسارة، شيل علامة الصح دي من هنا. تمام، هقول له سنكرونايزيشن، هيبدأ ياخد اخر التعديلات عندي ويبعتها لملف السنترال، واخر المعلومات في السنترال يجيبها عندي. طيب تعالى نفتح بقى الملف التاني. هاجي هنا اغير اسم اليوزر، تمام، عشان ايه نبقى في اسم اليوزر نربطه بملف اوتو ديسك، فهسميه مثلا عمر سليم. اشمعنى عمر سليم؟ عشان الناس عمر سليم، يعني مش هسميه معلم سمكة يعني. عمر سليم، اوكي ماشي. اقول له دلوقتي اوبن ارك لينك موديل. ارك لينك موديل ده موجود على السي اوتو ديسك بروجرام فايل، اوتو ديسك ريفيت 17 سيمبل. تمام، طيب ده الملف كده الاصلي. طب احنا سيفناه فين بعد كده؟ ايوه صح، ديسك توب على البيم اللي هو دوت. جاب لي ايه؟ جاب لي علامه كرييت نيو لوكال. المره اللي فاتت لما وقفت كان ملف وحيد، ما كانش ملف سنترال، فما كانش جاب لي لا ده ولا ده ولا ده. ايه الفرق بين كرييت نيو لوكال وديتاتش فروم سنترال؟ كرييت نيو لوكال بقول له اعمل لي لوكال عندي على الجهاز بتاعي، تمام، فبيعملها لي في ماي دوكمنت، اقول له كريتني لوكال. في ديتاتش فروم سنترال يعني خد لي نسخه من دوت بس نسخه منفصله عنه، يعني النسخه هتبقى عندي على الجهاز بتاعي لو غيرت فيها ما تاثرش على دوت. تمام، زي ما احنا كنا بنعمل بايند في الاوتوكاد، هي نفس الفكره. لو انا عملت ديتاتش فروم سنترال يبقى الملف الارش دوت بيتغير وده ملوش دعوه، وينفع الملف اللي انت تعمله ديتاتش دوت تسيفه على انه سنترال. تمام، فاقول له دلوقتي افتحه كرييت نيو لوكال اوديت، بيصلح بعض الحاجات بس بياخد وقت في خلال الفتح، فممكن تستخدمها مثلا مره كل شهر مثلا حاجه.
هو بيعمل ايه لو انت عم استخدمت اوامر ومسحتها، يعني رسمت شوية ابواب وشبابيك ومسحتهم، فبيفضل مكانهم شوية حاجات بسيطة كده في الذاكرة، فهو بيدخل يظبطها ويلغيها. هقول له ايه؟ اوبن. ماشي، خلينا نلغي الصغر ده خالص، الصغر ده خالص. ماشي، طيب ده الملف اللي احنا رسمنا فيه الاول. طيب انا لو جيت هنا وقلت له عايز ادخل هنا، هلاقي ان في واحد اسمه عمرو سليم مستولي على الحاجات ديت، فاقول له ايه؟ دول كلهم خليهم اديتابل، يبقوا بتوعي انا دول. لما اعمل سنكرونايزيشن ده يفاجئ ان الحاجات دي خلاص ما بقتش تبعه. طيب لو جيت مثلا على حاجة، هو انا ده مستولي على ايه؟ مستولي على الكولوم مثلا، بس مش حاطين فيها حاجة. طيب لو قلنا مثلا ان ده هنا هيجي يرسم وول مثلا، وهيرسم كولوم مثلا، هيحط كولوم. تمام، ودول كلهم حاطين على الورك سيت اللي اسمها كله. اقول له اعمل لي بقى سنكرونايزيشن. تمام، طيب هنا ما ظهروش عندي ليه؟ لان لسه عملت سنكرونايزيشن. اجي هنا واقول له اعمل لي سنكرونايزيشن، بسم الله ما شاء الله الشغل ظهر. تمام، فدي اهم حاجه، ان اي حاجه بتحصل بتتغير معايا على طول. طيب لو انا جيت على دول وقلت له عدلهم لي، جاب لي رساله. هي دي اهم حاجه في الشغل كده، يبقى انا شغال مظبوط. انت ما تقدرش تعدل في الحاجات دي مش عشان انت صغير، لا، عشان الحاجات دي محطوطه على ورك سيت ماسكها واحد موجود معاك في المشروع، فابعت له ريكوست، فاقول له بليس ريكوست، يعني ابعت له ريكوست. طيب نروح هنا، الاقي ظهر لي حاجه هنا، شايف العلامه دي؟ زي التنبيهات اللي موجوده في الفيسبوك والتويتر والحاجات دي. بدوس هنا بيقول لي في واحد صاحبك بعت لك ريكوست. طب الكلام ده فين؟ هقول له ده شو يعني، وريني الحاجات دي فين. فعمل لي هايلايت على الحاجات اللي المفروض. لو انا موافق هقول له جرانت، لو انا مش موافق هقول له ديناي ريتراكت، يعني انا مش موافق على ان انت تمسك الحاجات دي، لان الحاجات دي بتاعتي. جرانت. هو دلوقتي خد ايه؟ خد صلاحية على تعديل العناصر دي، بيقول له فلان طلع معاك كويس وبعت لك حاجات. هو خد صلاحية يعدل العناصر دي بس ما عدلش الورك سيت، يعني هو دلوقتي من حقه يعدل العناصر دي بس، ولما يجي يعمل سنكرونايزيشن هيقول له انت مستلف بعض الحاجات عايز تسيبها ولا لا. لو علمت صح خلاص يبقى الحاجات دي هترجع لصاحبها. سبتها، شلت علامة صح كده وقلت له اعمل سنكرونايزيشن، الحاجات دي هتفضل معايا. تمام، لحد ما في مرة من المرات اقول له لا خلاص مش عايزها. تمام، هتيجي هنا يقول لك الكولوم كلها مع فلان ما عدا البرور، يعني في واحد مستلف من بعض العناصر اللي هو عمر سليم، وممكن تلاقي كذا شخص مستلف من نفس الورك سيت، يعني ممكن يكون الورك سيت فيها عناصر كتيرة فكذا واحد مستلف. تمام، دي فكرة الورك سيت، لازم يكون الناس كلها فاهماها ومستوعباها، على اساس ده اللي بيميز البيم. انا مش بتكلم على الورك سيت ولا الريفت، بس بنتكلم فكرة ازاي البيم كذا واحد يشتغل في نفس المشروع وما يحصلش تخبط بين الناس. ولازم يكون الناس نفسها صافية، محدش يخش يبوظ شغل زميله، لان بتجيلنا مشاكل كتيرة جدا على الموضوع دوت، وبنبعتها للشركات بيقولوا لنا احنا مش فاهمين انتوا ازاي اتنين شغالين في نفس المشروع من نفس الشركة وواحد فيكم عايز يبوظ شغل التاني، فبيبقى شكلنا وحش قوي، فبلاش. تمام، طيب خلينا نرجع لكولبريت ده. ان لو جالك ريكويست هتقول له اديت ريكويست، وهتشوف الريكويستات اللي مبعوتها لك والريكويستات اللي انت بعتها لحد. ماشي، طيب دي احنا قلناها. ده انا بقى لما اقول سنكرونايزيشن عند نوعين، سنكرونايزيشن اند موديفاي سيتنج، اللي هي دي بتشوف لو انت عايز تعدل اي اختيار، وده مكان السنترال بتقول له براوس، ممكن تختار سنتر في مكان تاني، او ممكن تقول له
سيكواليزيشن، ساعتها بيعمل سيكواليزيشن من غير ما يسألك على آخر إعدادات كانت موجودة. تمام. الريلود ليتست، تمام، ما بيبعتش شغلك لملف سنترال، بس بياخد شغل اللي موجود في سنترال عندي. يبقى انا مثلا وانا بعدل في حاجه شاك فيها، فمش عايز اوديها على سنترال، بس عايز اشوف اخر حاجات موجوده في سنترال ايه، فبقول له ريلود ليتست، بيجيب لي اخر شغل كانت موجود على الملف السنترال. ريلينكش اول ماي، دلوقتي انا لما جيت هنا انا بقيت ماسك بعض، اسف، انا لما جيت هنا انا في بعض الحاجات اللي كنت ماسكها، تمام، فانا خلاص هقفل المشروع، او زمايلي متضايقين مني وعايزين نسيب الحاجات او كده، فبقول له رينكش كده، يبقى اي حد يدخل يلحق ياخد الحاجات دي. تمام. بيقول لي اعمل سوكوزيشن اول، بقى اعمل رينكش. خلاص اعمل سوكوزيشن وبعد كده اعمل رينكش. طيب شو هيستوري دي معناها ايه؟ ببدا اشوف الملف دوت اللي احنا شغالين عليه ايه اخر تعديلات كانت موجوده فيه. تمام. يعني وانت بتعمل سوكوزيشن اصلا بيديك ان انت تكتب كومنت، فانت ممكن تبقى كاتب كذا كومنت هنا، فبيقول لي في واحد اسمه زانجانج وكزيو وكوانغ كانوا شغالين في الملف ده قبل ما احنا نشتغل. تمام. فانت ممكن تعمل اكسبورت وتصدر الحاجات دي. طب اكتب فين الكومنت دوت؟ لما تعمل سنكولايزيشن هنا في مكان هو الكومنت، تبدا بقى تكتب ايه الشغل العبيط دوت، مين اللي عامل الحاجات ديت، يعني في تعليقات سخيفه كده الواحد بيلاقيها، تكتب كومنت كده بسيط يعني تفهم الناس انت عملت ايه او هتعمل ايه او الحاجات دي كلها. ماشي. طيب ريستور باك اب معناها ايه؟ ممكن يكون انت شغال حاجه ضربت منك، تمام، فبتيجي على الملف اللي فيه الشغل بتاعك على مدى كومنت، هتلاقي حاجه اسمها ارش، اسم الملف يعني باك اب، تمام، فتقول له انا عايز استرجع الملف دوت، تقول له اوكي، تمام، بيجيب لك يقول لك انت الملف ده متسيف على الجهاز دوت، مره بتاريخ كذا ومره بتاريخ كذا، تيجي كده وتقول له ايه سيف، ايه سيف لي نسخه من دوت على مكان تاني، ما تسافوش على نفس المكان، ليه؟ لعل وعسى القديم ده يكون اسوأ، فانت تبص عليه وتشوف لو في شغل احسن تقدر تساعده، تمام، تقدر تعمل له باك اب. ماشي. طيب دلوقتي انا عايز من نظره واحده كده ابدا اشوف ايه الحاجات اللي معايا وايه مش حاجات معايا والتلوينات والحاجات دي كلها، يعني عايز الون الموديل ده بطريقه افهم منه موضوع الورك ست احسن او الورك شينج احسن. باجي هنا وبقول له شيك اوت ستيت، فبيبدا يلونهم لي عن طريق ايه بقى الفكره التلوين ايه. تعال ندخل هنا واقول له ورك ست ديسبلاي سيتنج، فبيقول لي الحاجه اللي مملوكه من خلالي هتاخد لون اخضر، يبقى الحاجات الاخضر دي بتاعتي انا، تحتي انا، محدش دعوه بيها خالص. واحد تاني اللي ماسكها اللي هي الاحمر، محدش ماسكها هتاخد لون ازرق. تمام. لو تلحق بقى تمسكها بقى وتبيعها بعد كده، ممكن حد يقول لك انا عايز الحاجه دي، تقول له لا الحاجات دي انا لحقتها الاول، انا جيت بدري النهارده، تدفع 20 جنيه او تجيب لي شاي وانا اعمل لك الحاجات دي. المالك بيبدا مثلا لو انا قلت له لونهم لي من خلال المالك هيلون باللونين دول. تمام. يبقى انا مثلا عندك بدل ما هنا كان عندي لونين انا والاخرون، لا ده هنا هيبقى انا وانت واسامي بقى كتيره موجوده. الموديل ابديت، لو في حاجه تعمل لها ابديت هتاخد اللون ده، لو في حاجه اتلغت هتاخد اللون دوت. الورك ست، يبقى كل ورك ست هتاخد لها لون. تعال نشوف القصه دي، يبقى هنا اتلونت انا والاخرون، هنا انا وكل واحد يبقى ليه لون، فممكن تلاقي 20 لون هنا. الموديل ابديت، الحاجه اللي تعمل لها ابديت هتاخد لون، والحاجه اللي اتلغت هتاخد لون. الورك ست، كل ورك ست تاخد لها لون. تمام. دي فكره ان انت من نظره واحده تبدا تبقى عارف مين مع مين ومين ضد ايه والحاجات دي كلها. ماشي. طيب دلوقتي لو انا عايز اعمل الام اي بي، فهاجي هنا اقول له نيو بروجكت، انا عايز اعمل مشروع من التمبليت ميكانيكال تمبليت، اقول له افتحوا لي على ان هو بروجكت، واقول له اوكي. ده ملف فاضي خالص عايز اسحب فيه الملف اللي احنا عملناه معماري، فاقول له انسرت ريفيت، واختار الديسكتوب واقول له افتح لي الملف البيم ارش لينك. تمام. الامتداد المسموح بيه ار في تي اللي هو ملف الريفيت، ملف التمبليت ار تي مش موجود معانا هنا، بيقول لي انت عايز سنتر تو سنتر، وانا مفضلش الاختيار دوت، انا مفضل اورجن تو اورجن، لان اورجن تو اورجن هو الادق، هو الاكس والواي والزد في الزيرو. باي شيرد كوردينيت، الحاجات اللي هي
لو انا عندي مشروع كبير فكل مبنى واخد اعدادات معينه مناسبه للزيرو زيرو. يعني ده مثلا الزيرو زيرو مثلا في ملف البوابه و 1500 1500 ده مثلا المبنى الرئيسي، فهتبقى مناسبه حسب الموقع العام. وبعد كده المانوال تمام بيديك انت تختار مثلا النوت الاورينتد الاوريجن وتروح انت حاططها مانوال في اي مكان انت عايزه تمام. مانوال البيز بوينت بيديك البيز بوينت وتحطها في اي مكان، السنترال وانت مانوال تحطها في اي مكان. فهو الافضل اوريجن تو اوريجن، ما بلاش نلعب ونعدل حاجه. هقول اوبن دلوقتي الملف هو دخل معايا ماشي. طيب كده الكلام زي الفل، اقدر اشتغل او اقدر اشتغل في اي مشاكل. هتواجهني مشاكل ايه هي بقى؟ ان انا دلوقتي الليفلات اللي موجودة هنا مش هي نفس الليفلات اللي موجودة هنا تمام. فانا اعمل ايه؟ انا الغي الليفلات دي واعمل ليفلات جديدة ماشي. دي الليفلات اللي هي كانت موجودة قبل كده تمام، اللي على اساسهم معمولة ان الفيوهات ديت تمام، فده اتلغت. اجي بقى اجي هنا ارتكتشر واروح راسم نفس الليفلات دي، لا غلط. ليه؟ لان كده هتبقى عندك الليفلات في المعماري غير الليفلات اللي موجوده في الام اي بي. طب انا اعرف اشتغل من غير الليفلات دي؟ لا. ليه؟ لو رحت لفيو وقلت له اعمل لي فيوهات جديده، قال لك انت عايز تعمل انهي فيوهات تمام، مفيش فيوهات، عايز تعملها على ارتفاع كام؟ فالموضوع كده بقى ايه، غير منطقي، في مشكله. طب ايه حل المشكله ديت؟ حل المشكله دي ان انا اروح لكولبريت، احنا خدنا القايمه لحد هنا، هكمل بقى اقول له كوبي مانيتور تمام، هقول له سيلكت لينك واروح مختار اللينك دوت تمام، والاقي هنا امر اسمه كوبي واقول له مالتيبل، انا عايز اختار اكتر من واحد وتختار الليفلات ديت تمام، واقول له فينش مرتين، فينش دي فينش تحديد، وبعد كده فينش كوبي مانيتور، يبقى انا كده اخترت الحاجات اللي انا عايزها خلاص. كده يبقى الليفلات دي موجوده معايا، الجهاز نفسه يحس بيها تمام، واقول له ايه فينش. اي تعديل هيحصل هنا هتجيلي هنا، هاجي هنا في كوردينيشن ريفيو سيلكت لينك، هيقول لي في تعديلات حصلت تمام. هنشوف الموضوع ده بعد كده، بس هي دي لما يكون في تعديلات بتظهر لي هنا، او بتجيلي رساله اول ما افتح الريفت او انا شغال بتجيلي رساله خلي بالك في تعديلات، اروح جاي هنا في كوردينيشن ريفيو هيقول لي عندك تعديلات. وقدامك كذا حل، في بوست باوند يعني اجلها، عارف لما تاخد تاجيل من الجيش تمام، طبعا بتعمل فرح وتزارت وتلاقي اي فرصه فرصة من البلد، ده اللي هو تاجيل. يعني المشكله دي هفكر فيها لسه، هتناقش، خليها دلوقتي ما تخفاش من قدامي. او ريجكت، انا رافض الحل، فابعت للعامل اللي انا ساحب منه اللينك اقول له الحل ده مش هيناسبني، وبقعد معاه بقى في اجتماع بقى وكل واحد يجيب رجالته ونتخانق، او اكسبت انا قابل التعديلات ديت تمام. هنشوف بعد كده ان شاء الله ازاي لو المعمارة عملت تعديلات هتأثر فيها ازاي تمام. ده مهم جدا، كوردينيشن ريفيو، كل شويه بيجيلك رساله تقول لك في غلط، طب احل الغلط ازاي؟ ده اللي هنشوفه. خلينا نروح بقى للفيو واقول له اعمل لي بلان فيو فلور بلان. ايه اللي حصل؟ قال لك دي الفيوهات اللي ينفع تعملها تمام، دي الفيوهات الجديده، هقول له اوكي اتعمل اهو تمام. طيب لو انا عايز اكررهم اقول له بلان فيو فلور بلان، لا. ليه؟ لان في عندي دونت دوبليكيت اكسيستنج فيوز، لو في فيو موجود ما اكررهوش. طيب لو انا عايزهم اكررهم اجي هنا، طبعا اكررهم لان انا عندي مثلا ووتر سبلاي ودريد، فيبقى عندي الاثنين موجودين ماشي. طيب تعالى نبص كده في ال 3 دي على المبنى، في لايتنج شكلها كانت موجوده من المبنى اللي هناك. طيب تعالى نختار الجريد، احنا محتاجين الجريد، هنكرر خطوات تاني مع بعض عشان التكرار بيعلم الابرار. اقول له سيلكت لينك واختار دوت واقول له كوبي مالتيبل واروح معلم على كله، ما اقولوش فينش، فينش يبقى انا خدت المشروع كله، يبقى كده هيبقى ايه مشروع تقيل، هشيل واقول له انا عايز الجريد بس. اوكي الجريد كده جه معايا، هقول له فينش. خلي بالك العلامات دي معناها ايه؟ ان انا اي تعديل اللي يحصل هناك هينبهني ان انا حاطط ايه، علامات انذار كده
طيب لو انا خلاص مش عايز التنبيهات اقول له لا خلاص افصل لي العنصر اللي عندي عن العنصر اللي في المعماري، انا عايز خلاص ده عنصر عندي ملوش دعوه بالمعماري، تمام؟ يعني لو في حاجه انا خدتها هي بيحصل لها نسخه موجوده عندي، بس اي تعديل بيحصل هناك بيقول لي ممكن نطبق التعديل ده ومتطبقوش، فاجي هنا اقول له ايه فينش، تمام؟ طيب انا دلوقتي واخد الموضوع ده لينك، تمام؟ ممكن اجي هنا اقول له ريلود، اعمل له ريلود تاني، يعني هات لي اخر تعديلات موجوده في المعماري، او انلود ما تعدلوش افتحه لي، بس هفتح لي المعماري، بس مقابل ان هو فتحه لي هيعمل لي انلود من عندي. انا يعني مش هينفع يبقى فاتح المعماري على نفس النسخه ومعمول لها لينك في الملف الام اي بي، يعني لو فتحه بنفس الريفت بتاع الام اي بي اعمل له انلود، ريلود فروم هديله مسار تاني يفتح منه، مانج ورك سيت هيبدأ يعمل نعمل إدارة للورك سيت، تمام؟ ايه اللي يظهر عندي وايه اللي ما يظهرش، كوبي تو كليب بورد هينسخها، مانج ورك سيت سيلكت اول انستنس هيعمل سيلكت للريفت لينك دوت، تمام؟ طيب تعالى بقى نروح للمعماري زي الشطور كده، سايب بس دوت ام اي بي سيف. طيب بص لما تدخل في الاوبشن هنا الورك شيرك الورك شيرنج مش بتعلم عليها ليه، لان احنا مش عاملين ورك سيت، تمام؟ اقول له سيف، طيب هاجي هنا بقى في الخباثة كده من غير ما اقول للام اي بي دول المفروض ان انا اعمل لهم كده، عملت التصميم بتاعي لقيت ان هم المفروض يتحركوا، بيقول لي في واحد اسمه عمر سليم ماسكها، طيب ابعت له ريكويست اقول له ايه انا موافق واعمل سنكرونايزيشن، واجي هنا الراجل وافق خلاص التعديلات حصلت، والغي لي رقم 10 و9 دول الغيهم خالص، تمام؟ واعمل ايه سنكرونايزيشن، to save your other thing has saved things in the center to save the changes from the application menu save as to create a new local. احنا المشكلة ان احنا الاتنين شغالين على نفس الملف دلوقتي، ماشي؟ ف هقول له دلوقتي ايه، طيب خلينا نجي هنا من دوت، هو ده اللي ماسك الشغل، هقول له تعالى هنا دول حركهم، وده وده الغيهم، تمام؟ هو ماسك عزيز، طيب هاجي بقى هنا في الام اي بي هقول له اعمل لي ريلود، جاب لي رسالة بيقول لي ايه خلي بالك في لعب بيحصل من ورا ظهرك يا معلم، instance of link need coordination review، هدخل هنا هبص ايه اللي خلي بالك فيه لعب على كبير بيحصل، طيب تعالى بقى هنا coordination review select، بيقول لي خلي بالك في حاجات اتلغت delete وفي حاجات اتحركت من مكانها، خليك ايه صاحي واصحى للكلام، هقول له هنا انا الجريد ده انا موافق عليه او خليهم لي اتش او موديفاي جريد اتش او ريجكت او بوست باوند، يعني هنناقش الموضوع بعدين، انا اكسبت. طيب الحاجات اللي اتلغت دي بقى ممكن اقول لا انا مش عايزها، ممكن اكتب له كومنت ابعت له، يعني اقول له ريجكت وكومنت او الغي لي العناصر ريجكت، تمام؟ هو بقى تروح هناك تقول له خلي بالك ان التعديلات اللي انت عملتها دي الراجل مش موافق عليها، تمام؟ خلونا دلوقتي نسحب شغل الكهرباء، ولو في بلامنج موجود نسحب برضه مفيش مشكلة، هقول له كوبي مونيتور سيلكت لينك، هقول له كوبي
واقول له مال تيبل، واروح محدد كله واقول له فلتر، اقول له انا عايز اللايتنج فيكتشر. اوكي، ليه انا بحتاج ان انا اسحب البلامنج والالكتريكال فيكتشر؟ لاساس ان في بعض الاوقات بيبقى فيهم كونكت، فانا ببقى محتاج الكونكت دوت. يعني ممكن يكون البلامنج موجود فيه كونكتور للميه البارده والسخنه، وفي مثلا الدرين، فالحاجات دي كلها تبقى موجوده عندي. طيب لو المعماري مش حاطط البلامنج فيكتشر عنده من غير اللينكات ديت، من غير الكونكشن، يبقى انا اقول له لا، سيب لي انا هعدل لك على الفاميلي دي وابعتها لك تحطها عندك في المشروع. تمام، يعني انا عندي مكتبه فاميلي بلامينج فيكتشر ممكن تاخد منها. طيب لو انت كمعماري عايز تحط فاميلي مش موجوده، اديها لي قبل ما تحطها في المشروع عشان احط الكونكتور، عشان الفاميلي ما تبقاش متكرره، ما ينفعش نكرر الشغل. تمام، اي حاجه احنا متفق عليها في الاجتماع هي دي بتبقى الصح. يعني بيبقى متفقين على سيستم معين المهم نمشي عليه، ولو في اي مشاكل نحاول نحلها، ولو لقينا مشاكل ملهاش حل خلاص بنشوف خطه تانية. بس هو الصح زي ما بقول لك ان البلومنج بيبقى موجود عند المعماري وانا بسحبه، او بيبقى عند الكهروميكانيكال. يعني المعماري يقول لي انا عايز الحاجات دي كذا كذا، مواصفاتها كذا وفين بالظبط، ويحدد لي مكانها واحطها عندي، هو يبقى يسحب الملف بتاعي زي ما بنتفق. تمام، اقول له بعد كده بص في الاوبشن هنا بيقول لي خلي بالك الليفل انت موجود في المعماري مش طيب النوع دوت اورجن تايب، انت عندك هتخليه انا طيب انا عايز زي المعماري بالظبط. تمام، كوبي اوريجينال تايب، انسخ لي اللي موجود هناك عند المعماري. الجريد برضو زي ما المعماري، انا ده كان عند الافتراضي، لا ده انا عايز زي المعماري بالظبط. تمام، على اساس ما يبقاش المعماري مثلا عامل الجريد صغير يبقى انا عندي كبير، لا خليه زي ما هو. ده كاستم جاب، ده بابل جاب ربع عندنا النوع دوت مش عندي، كوبي اوريجينال، وهكذا في الكولوم في الوولز في الفلور في كل حاجه. انسخ لي نفس اللي عندك هو نفس اللي عندي، لو انا مش موجود عندي هقول له ايه اشوف اقرب حاجه ليها. تمام، اقول له اوكي. طيب دلوقتي كده انا حددت الشغل الكهرباء، لا لسه لان انا خرجت من الامر. طيب اقول له ايه، انا دوست فينيش. طيب فينيش، لا ثانيه واحده، سيلكت، انا خرجت من الامر. اوكي، كوبي مالتيبل، سيلكت فلتر، انا عايز اللايتنج فيكتشر. اوكي فينيش، وبعد كده فينش كمان. يبقى كده الكهرباء موجودة معايا. تمام كده اقدر اتعامل مع الكهرباء. طيب عشان الموضوع ده ما يضايقنيش ان كل شوية يعمل سيلكت للملف اللي انا واخده لينك، هشيل العلامة، هعمل علامة اكس هنا كده، يبقى انا اعمل سيلكت على دوت اهو، الكونكتور ده ظاهر، فابدأ اوصل. وهكذا في البلامنج، بعمل سيلكت على العنصر هيطلع لي الحاجه بتاعت الكهرباء. الاول ما كنتش اعرف اعمل سيلكت. تمام، او هعمل سيلكت عن طريق ان انا اشيل العلامه هنا واجي هنا ودوس تاب يعمل لي سيلكت. بس سيلكت ده العناصر ثابته مفيش تعديل، يعني ملهاش، يعني مجرد بس ان انت تعرف الخصائص. تمام، بس لما تيجي توصل مفيش توصيل، انما دلوقتي ده خلاص بقى معايا. حتى لو انا عامل علامه اكس هنا اقدر اعمل سيلكت واقدر اوصله باي حاجه، واي تعديل هيحصل هيظهر عندي هنا، اجيب لي رساله خطا ويظهر عندي في الكوردينيشن ريفيو سيلكت لينك، تروح محدد اللينك يجيب لك الحاجات اللي اتلغت. تمام، المعماري فيه لغى شويه حاجات، الجريدات وحاجات زي كده، فممكن تقول له اكسبت او ديليت اليمنت زي ما انت عايز. ما دام المعماري لغاها لغاها مفيش مشكلة، بس المهم ما يكونش لغاها وعمل حاجة تانية بدلها. يعني ممكن يكون هو لغى الدور الأولاني وعمل دور أولاني تاني، ف يعني ما دام عايز تطلع عدل الرقم بدل، يعني ما تمسحش وتعمل واحد جديد، لا عدل الموجود. ما يبقاش عندي فلور كان 200 هو عايز 250،
يروح ماسح الفلور ويعمل لي 250. لا، ال 200 دي ممكن تخليها 250 وهتمشي عادي معانا ان شاء الله. تمام. طيب القائمة دي فيها برضو انترفيس تشيك، اللي هي لو انا عايز اتأكد ان حاجات خبطة مع حاجة تانية، فممكن مثلا اقول له لايتنج فيكتشر ديت شوفها لي مع الارش لينك. تمام، هو مثلا يعملها تشيك مع كل حاجة. اوكي، لو في اي حاجة خبطة هجيب رسالة يقول لي لايتنج فيكتشر، لايتنج فيكتشر خبطة في ايه؟ خبطة في لايتنج فيكتشر نفسها. طب خلاص مفيش مشكلة، هو عمل لايتنج فيكتشر مع لايتنج فيكتشر، فانا ممكن اعمل بعد كده اقول له لايتنج فيكتشر دي مع كل حاجة في المعماري ما عدا اللايتنج فيكتشر. هو الاختيارات ملهاش حاجة غلط، الاختيارات في عمل الانترفيس تشيك او في فحص الملف في الريفت محدودة شوية، ما بيدينش اختيارات كتيرة، لذلك بنستخدم سوليبريت او بنستخدم النفس وركس في ان انا او التوماستنج رو، يعني بعض البرامج التانية بتساعدنا في ان احنا نكتشف المشاكل اكتر واسرع. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انا دلوقتي جيت في الام اي بي وحطيت الشغل بتاعي على الحيطة، مثلا الحيطة ديت اللي هي مثلا هنا الحيطة الكبيرة ديت، بدأت احط الشغل بتاعي البلونج فيكتشر. وجي المعماري لأي سبب من الأسباب لغى الحيطة خالص، بيوسع عمل بتاع لغى الحيطة خالص وعمل سنكولايزيشن، ممكن يكون عايز يفتحهم على بعض الاوفيس على الادمنستريشن. طيب هاجي دلوقتي انا في الريفت بتاعي، هلاقي عندي بعد ما اعمل ريلود جاب لي كوردينيشن مونيتور اليرت هوستنج اليمنت. طيب بيقول لي ان في مشكله في الهوستنج بتاع العناصر بتاعتك. طب اكتشف الموضوع ده منين؟ هلاقي هنا ريكونسيل هوستنج، ده بيقول لي خلي بالك البلامنج دي كانت مرتبطة على عنصر مبقاش موجود، والبلامنج دي كانت موجودة، بيجيب لي العناصر اللي موجودة في المشروع كله، لان ممكن اكون انا شغال في حتة تانية اثناء ما حصلت المشكلة دي. تمام، فانا ممكن اجي ايه اقول له ايديت ورك بلان، خليها لي مثلا على الحتة دي، فهو يبدأ يظبط العناصر على الحتة الجديدة. تمام، اقول له ايديت ورك بلان بيك ابلان بالشكل دوت، ادي ترك بلان بالشكل دوت. ده كده يبقى انا حليت المشكله اللي بتحصل كل شويه. لو بس المفروض المعماري ما بيخليش الام اي بي يدخل غير لما يكون ان هو خلاص حط كل الحوائط الاساسيه وحط الحاجات، ومجرد بس بيحرك يمين شويه شمال شويه وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله نشوف العلاقه بين المعماري والانشائي والكهروميكانيكال في مظله البيم. تمام، دلوقتي اول ما بنبدا اي مشروع لازم نقعد مع بعض ونتفق هنشتغل المشروع ده ازاي. طب الحاجات بتاعت الانشائي هتبقى موجوده فين، هتبقى العلاقه بينها وبين المعماري، بنتفق على الحاجات ديت. ممكن في كل مشروع يختلف، نلاقي ظروف المشروع دوت حجم المشروع وعدد الناس اللي هتشتغل فيه والناس المشروع ازاي، كل الحاجات دي بتحكم الموضوع. يعني دلوقتي ممكن يكون المشروع عبارة عن فيلا صغيرة وكل قسم هيخش واحد بس يشتغل فيه، يعني واحد معماري واحد انشائي واحد كهروميكانيكال. ممكن نقول خلاص يا اخوان هو ملف ريفت واحد في المعماري والانشائي والكهروميكانيكال، وده سهل علينا كتير جدا. ممكن نلاقي المشروع كبير فنروح قايلين لا ده كده في ناس كتير هتدخل تشتغل في المشروع، احنا محتاجين نقول مثلا ان هيبقى المعماري في ملف والانشائي في ملف والصحي في ملف والكهرباء في ملف. ممكن نقسم حتى الصحي لثلاث اربع اقسام، لو هي الملف كبير فنخلي مثلا الدرين في فولدر والووتر سبلاي في فولدر والفاير في فولدر والاريجيشن في ملف. فتلاقي الموضوع بدا يتقسم على اساس ما نجيش في اخر المشروع ونلاقي المشروع ملف تقيل ومش عارفين نشتغل. تمام، طيب لازم يبقى في اجتماع ولازم نكون متفقين على هنشتغل ازاي وتقسيم الشغل هيبقى ازاي ومين اللي هيبدا والحاجات دي كلها. تمام، طيب دلوقتي تعالى نتخيل ان احنا مثلا هنعمل مبنى، فاللي بيبدا عاده مين؟ المعماري. تمام، المعماري هو شغال بيحدد شكل المبنى، وهو شغال بتلاقي ان هو بيحط حاجات من الانشائي وحاجات من الكهروميكانيكال. تمام، هو حاططها
يعني مثلا ممكن نحط العمود من غير تفاصيل، يعني ال او دي 100، يعني هو ما يعرفش الانشائي بعد ما يعمل حسابات هيعمل العمود ده مثلا 50 سم في 70 سم ولا متر في متر، فهو بيحط عمود مبدئيا ويبعت للمعماري يقول له شوف، اللي يبعت للانشائي يقول له شوف انت عايز الابعاد كام، بيعمل الارضيه بتاعتي ايه كذا مثلا، تمام، او السقف مثلا هيبقى سمكه قد كده، بعد كده يبعت للانشائي، الانشائي ممكن يعدل. طيب هو ممكن بقى الانشائي ده الحاجات دلوقتي الانشائي موجوده في ملف المعماري، فممكن الانشائي يروح قال له خلاص طب انا هسحب الحاجات دي عندي لينك، ولو في اي تعديل هقول لك عليها، وانا ابقى عامل كوردينيتور ريفيو بحيث لو في اي تعديل تظهر عندي، تمام. ممكن يقول له لا طب انا هنسخ الحاجات دي عندي، تمام، وبعد كده الغيها انت من عندك، وبعد كده اسحب انت الانشائي عندك انت، خده كوبي مونيتور، تمام. يعني دلوقتي المعماري كان رسم اعمده انشائي، فممكن الانشائي يقول له ايه طب انا هسحبها عندي واخليها عندي، وانت الغيها من عندك واسحبها تاني، او يقول له خلي الاعمده عندك وانا هسحبها وعدل عليها، ولو في اي تعديلات هقول لك عليها، تمام. فلازم بس يبقى في اتفاق، يعني كل الطرق صح بس حسب الاتفاق، تمام. يعني بقول لك كل مشروع بنقعد نتفق على ايه اللي هيحصل، هل المشروع ده يناسبه كذا ولا يناسبه كذا ولا يناسبه كذا. برضو مثلا الحاجات بتاعت الصحي، المهندس المعماري بيبقى ساحب او حاطط عنده، لان هو اللي بيبدا شغل، حاطط مثلا عنده القعده والحواض والشاور والحاجات دي كلها، بس هو بالنسبه له ال او دي 100، يعني هو مش محتاج يحط الكونكتور، مش عايز محتاج يحط تفاصيل، هو محتاج يحط بس 2 دي بحيث تبان شكل الحاجات، ومثلا لما يفتح الباب ايه اللي هيظهر، والقعده مثلا تبقى مش في اتجاه القبله، يعني في بعض القواعد هو بيحطها ويظبطها. طيب بتاع الصحي ممكن يقول له طيب انا خليها عندك وانا هسحبها كوبي مونيتور، بس انا محتاج ان انا اضيف الكونكتور، فلما تضيفش فاملي غير لما تقول لي عشان احط لك الكونكتور اللي يناسبني انا، الكونكتور بحيث ان هو لما يعمل سيلكت عليها يقول له مثلا في ماسوره تخرج بمقاس قد كده، ويبدا يرسم منها الماسوره. فلازم يكون عنده المعطيات ديت يقدر يضيف الكونكتور، يعني يقول له الفاميلي اللي عايز تحطها اديها لي قبليها، احط لك الكونكتور وابعتها لك، تمام. لان ممكن يكون المعماري محتاج عايز يحط حاجه شكلها حلو وشيك مش موجوده في مكتبه الصحي. برضو موضوع حاجه مثلا زي السيلينج، تمام، المعماري بيحاول ينسق الشكل، فبيبدأ يحط شكل الديفيزورات، شكل اللايتنج، فدي لو فضلت عنده هو هتعمل لنا مشكلة، أنا مش قادر أتحكم فيها، عايز أحرك وبتاع، فممكن يقول لنا إخوانا هي الحاجات اهيت، وواحد واحد اللي ليه الأولوية يدخل يظبط بحيث إن محدش يقدر يعدل عليه، يعني مثلا اللايتنج يدخل يظبط اللايتنج بتاعته، وبعد كده مثلا التكييف يدخل يظبط الحاجات ديت، تمام. ممكن نتفق مثلا برضه نفس الفكره، الحاجات دي هتفضل عند المعماري، صعبه جدا انها كلها تفضل عند المعماري، لا المفروض مثلا حاجات زي كده كل واحد ياخد الحاجات عنده، يعني بتاع الكهرباء ياخد اللايتنج، بتاع التكييف ياخد الديفيوزر بتاعته، بتاع الفاير فايتنج ياخد السبنكرات، ويبقى في ملف معين فيه الكوردينيتور وفي كل الحاجات مسحوبه، بحيث نبقى شايفين كل واحد بيحرك ايه، ونبدا ننسق مع بعض بحيث ان ما يبقاش فيه تعارضات، تمام. ارتفاع الحاجات ديت بتبقى كويسه جدا وتسهل علينا الشغل، بدل ما في الاخر كل شويه ان في مشاكل وفي حاجه فيها تعارضات ونروح المحاكم والاقسام والحاجات ديت، لا يبقى متفقين مثلا من الاول، لا اللي مسؤول عن كذا القسم الفلاني هو اللي يعمل كذا، المعماري كده كده هو اللي بيبدا الشغل، فيبقى هو يحط عنده كذا 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 وانا هسحبها منه في المرحله الفلانيه، يبقى احنا مثلا بنتكلم ايه اللي هيحصل في اخر المشروع، احنا لسه ما بدأناش، بس قعدنا مع بعض اجتماع واحد وحددنا خلونا في المشروع ده هنمشي كذا كذا كذا، والمسؤول المهندس فلان الفلاني، واللي هيسحب الحاجات ومسؤول عن التنسيق فلان الفلاني، ولو حصل مشكلة يبقى يروح فلان الفلاني، يبقى في تنسيق وفي اتفاق على كل حاجة بحيث ان احنا ما نرجعش نتخانق مع بعض.